صلوا على النبي 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 صلوا على النبي. تفاجأوا في لعبة مشهورة اسمها لعبة الببجي التي يمارسها جل شباب المسلمين ويمارسها غالبية شباب المسلمين على هواتفهم وفي بيوتهم. تفاجأ هؤلاء أن في هذه اللعبة هناك مرحلة من المراحل عليك ألا تتعداها قبل أن تأتي إلى صنم، وصوروا صنم لابد أن تأتي إليه وأن تسجد أو تصلي أمام هذا الصنم، فإذا صليت سمح لك العبور لمرحلة بعدها أو مرحلة متقدمة. ضج المسلمون عن بكرة أبيهم غضبا على ما فعله هؤلاء داخل اللعبة، وكان الأمر أولا للمشايخ والدعاء والعلماء جزاهم الله خيرا أنهم قالوا أن اللعبة حرام، مع أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، قالوا أنها حرام، وكان شرط التحريم في ذلك وجود الصنم في اللعبة. وإذا بهذا الجيل، جيل الشباب الذي قرأت قبل يومين من الفتاوي من لعن هؤلاء الشباب، ومن المشايخ من وصف هؤلاء بأبشع التهم، وهم مسلمون بالمناسبة الشباب، لكن لي في ذلك وقفة سريعة. الفتوى كانت قبل يومين وأنا معها وكلنا معها، فهي حرام ما دام أن فيها مثل هذه الأصنام والمحرمات، ولكن الخير موجود. بدأ الشباب وهذا الجيل الذي نعت بالسب وبالشتم من بعض العلماء لممارسة هذه اللعبة، وإذا بالشباب بدأوا في حملة في مقاطعة اللعبة، قاطعوها وحذفوها وتركوها. هذا الجيل الذي اتهموه بأنه جيل ضائع لم يمر غير 48 ساعة، 48 ساعة أمام غضبة الشباب على دينهم، وإن كان بعض العلماء وصفهم أنهم خرجوا من دينهم بسبب غضبة الشباب لعقيدتهم، مع أن بعضهم غير ملتزم ولكن غضب لدينه فحذف اللعبة. 48 ساعة، وإذا بإدارة اللعبة تنشر بيان تعتذر فيه للمسلمين، تعتذر فيه للمسلمين بأشد عبارات الاعتذار، وتقوم بحذف المشهد من اللعبة، ليس مقابل أن نشتم هذا الجيل، ولكن مقابل أن هذا الجيل فيه خير، وغضبته على دينه كغضبة العلماء على دينهم. 48 ساعة حذف المشهد وقامت إدارة اللعبة بالاعتذار. هذا الجيل مقابل هذه الفتاوي أيضا أصدر لهم فتاوي تمنع عنهم البطالة والساعات التي يقضونها على الجوالات، ما قضوها إلا بسبب البطالة وسرقة السارقون لأحلامهم ولشهادات تخرجهم من الجامعات. أخرجوا فتاوي تنعت ظلمهم وتنعت البطالة وتنعت الجبروت الذي يمارس ضدهم في زماننا.